كان حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله في مقدمة مستقبل جثمان فقيد الوطن صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رحمه الله لدى وصوله إلى أرض الوطن مساء هذا اليوم، كما كان في الاستقبال صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس مجلس الوزراء وكبار أفراد العائلة المالكة الكريمة وكبار ضباط قوه دفاع البحرين ووزاره الداخليه والحرس الوطني